السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت. أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هشرح إيردروب، كنت شارحه قبل كده بس هوضح فيه نقطة. وبالنسبة للناس اللي هتسجل جديد، هبتدي بس من الأول. هنيجي نعمل لوج أوت هنا وأسجل معاكم، نعمل تسجيل دخول أو تسجيل في الموقع. الموقع ده للعلم بيدينا 90 من عملة اكس سي اي بي. العملة 90 عملة بيساوي 16 مليون ايثيريوم، وبالاحالات طبعا بيزيدوا معاك. نخش نرجع للموقع. انت بتعمل تسجيل دخول ساين اب. لو انا هتلاقيني سيب لك اللينك تحت الفيديو في الشرح. لو ما فتحش معاك على الصفحة هي دايركت كده، هتخش انت على ساين اب. هتيجي تحط هنا الاسم الاول، الايميل بتاعك، الباسورد، تكرره مرتين. تيجي هنا، ده نقطة مهمة، لازم تحط حاجة اسمها بين كود او باسورد مكون من 4 ارقام بس. اعملوا تاريخ ميلادك عشان ما تنساش. وهتلاقي هنا الارقام، او هتلاقي هنا الكود الاحالة، بتسيبه زي ما هو لو مش موجود. وهتلاقي هتقولك برضو تحت الفيديو في الشرح لو عشان تحطه بنفسك. وتعلم هنا ساين، او تعلم هنا على الكابتشا وتحلها. وتيجي تعلم على 4 مربعات دولت بالشكل ده، وبعد كده تدوس ساين، وبعد كده تدوس ريجستر. تمام، هيفتح معاك، يجيلك رسالة تفعيل على الايميل، هتفعل. هتعمل بقى كده تسجيل الدخول بتاعك العادي. الجديد في الموقع هو انا حليت الكابتشا، انت بتاخد كده كده ايه من التسجيل 20 عملة. وبعد كده في حاجة جديدة تجدد بالنسبة للناس القديمة لازم تعملها. هتيجي هنا هتلاقي تحت التاريخ ده ميعاد، على العموم ميعاد انطلاق العملة، يعني العملة هتوصل لنا بعد 27 يوم. تمام، هتيجي هنا على كلمة كلايم توكن، هتدوس عليها. معظم المهمات دي انا نفذتها، بس هعمل لكم المهمة الأخيرة وهي نفس القصة. هديكم فكرة عن المهمات. هنا بيطلب منك، انت بتيجي تدوس على المكان ده كده، هنا على كلمة فولو مثلا اون تويتر، هتدوس عليها هيفتح لك الصفحة بتاعتهم على تويتر. هتعمل فولو وترجع هنا تحط اليوزر النيم بتاعك على تويتر. نفس القصة بالنسبة للفيسبوك، بيقول لك اعمل فولو للصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، وبعد كده ترجع تحط اليوزر بتاعك او اللينك بروفايل بتاع الفيسبوك. هنا نيجي هنا بيقول لك اعمل شير للينك اللي هو مديهولك. وبعد كده بعد ما تعمل شير، هتاخد لينك الشير نفسه وتحطه له في المكان هنا وتدوس ايه كلايم. نفس القصة بالنسبة لموقع لينكد ان، بيقول لك اعمل فولو للصفحة بتاعتهم على لينكد ان، وبعد كده خد البروفايل بتاعك حطه هنا وكلايم. والتليجرام نفس القصة، اشترك في جروب تليجرام وبعد كده هتحط اليوزر بتاعك على التليجرام. اخر مهمة دي مش مفتوحة دلوقتي، هي هتبقى في اخر لما يفتحوا المحفظة بتاعتهم ينزلوها رسمي على اخر الشهر. هتلاقي ايه، هبعت لكم برضه اذكركم، اقول لكم خدوا رقم المحفظة، هتنزل المحفظة وتحط الادرس بتاعها هنا، هو دوس كلاين برضه. بس ايه، المهمة دي مؤجلة مؤقتة. نيجي للمهمة الاخيرة دي، هتيجي هو بيطلب منك تعمل ريتويت للبوست ده. تمام، هتيجي تدوس هنا لايك وهتعمل ريتويت، بس ريتويت بكومنت. يعني هنيجي مثلا نكتب ايه، ذا بيست بروجكت. تمام، وندوس تويت. نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا عشان ناخد اللينك بتاع التويت اللي احنا عملناه دلوقتي او ريتويت، هي ظهر قصادنا. وادوس هنا كوبي لينك وارجع تاني اخد اللينك بتاع الريتويت بتاعي، وادوس كلايم. تمام كده، كنا نفذت المهمات وهيتضاف لرصيدك. انا كان معايا 90، خدت 90 كمان. تمام، لا في مهمات، ناقص المهمه بتاعت المحفظه دي، مجرد ما اكملها هاخد كمان ايه 20 نقطة. وتقدر تزود رصيدك بالإحالات، أدي لينك الإحالة بتاعك، هتلاقيه هنا تحت كلمة بروفايل، هتلاقيه هنا سيب لك اللينك بتاع الموقع تحت الفيديو في الشرح. ده بالنسبة للإيردروب الأول. نخش على الإيردروب التاني. الإيردروب ده خاص بمنصة كوين إل كوين أول. أول حاجة لازم تكون مسجل في المنصة، تخش تسجل التسجيل العادي اللي هو اليوزر نيم والايميل واليوزر نيم.
الباسورد بتاعك، هتجيلك رسالة تفعيل على الايميل، هتفعل عادي. هنا في ملحوظة عشان المصداقية، عشان توصلك العملة لازم تفعل وثائق. هتخش على فيريفيكيشن، يعني بعد ما تسجل وتفعل اللي هو التفعيل العادي بتاع الميل وتربط رقم موبايل بتاعك، هتيجي هنا تسجل بياناتك. هي العموم مش صعبة، أول مستوى فيهم أنت ممكن تسجل حاجة اسمها اللي هم مقسم التفعيل أو تفعيل الوثائق عندهم. ثانية واحدة عشان الأذان. هو مقسم هنا التفعيل على 3 مستويات، انت ممكن تكتفي بالمستوى الاول. المستوى الاول عبارة عن انت بتحط البيانات نفسها، اللي هو بتحط اسمك واسمك بالكامل وعنوانك ورقم الباسبور او المحفظة او رقم البطاقة بتاعتك، وبتكتفي ممكن تكتفي بيها. ممكن بقى المرحلة التانية، بس يا ريت الجميع يعملوا المرحلة التانية، بيبقى فيها بونص اكتر او فيها مصلحة اكتر بالنسبة للمنصات. انت بترفع صورة من الباسبور بتاعك مع صورة سيلفي مع الباسبور. تمام، خلصت انت المهمة دي وسجلت في الموقع وفعلت، مش شرط تفعل دلوقتي، يعني انت ممكن تسجل في المنصة وعلى طول تروح تعمل اير دروب والتفعيل تعمله بعدين. نرجع تاني للاير دروب. الاير دروب طالب مننا الاتي: اول حاجة بيقول لك اعمل فولو ليهم للصفحة بتاعتهم على تويتر، هتيجي تعمل هنا فولو مع لايك، وهتلاقيني برضو سيب لك هنا. يعني بص، ده الصفحة بتاعت الاير دروب، مديك هنا اللينك بتاع تويتر وهنا اللينك بتاع الفورم اللي هتملى فيه البيانات بتاعتك. يعني هنيجي كده، ده الفورم اللي هو مديهولنا. بتيجي اول حاجة بتحط فيها الايميل بتاعك، بعد كده اليوزر بتاعك على تويتر، بعد كده بيقول لك يور كوين ديل اي دي اللي هو الايميل اللي انت سجلت بيه، وبعد كده اليوزر بتاعك على التليجرام. نرجع للمهام عشان نبقى فاهمين مع بعض. هنيجي نعمل ريتويت هنا الاول. هنا الريتويت عادي، ما دام ما طلبش منك لينك الريتويت يبقى ده ريتويت عادي، مش محتاج كومنت معاه. نيجي للمهمه اللي بعديها. تمام، بيقول لك تكون مسجل في الموقع ده. تمام، وهتلاقي انا معايا، هسيب لكم برضو جروب تليجرام بتاع المنصة عشان لازم تسجل فيه، عشان هو طالبه من هنا. هو انا معايا، انا سجلت فيه بس مش رافعه، هتلاقيني ارفعه لك برضو تحت الفيديو في الشرح تبع المنصة. يعني هتلاقيني حاطط لك اول حاجة لينك المنصة، وبعد كده اللينك بتاع الفورم، وبعد كده اللينك بتاع التويتر صفحتهم على تويتر، واللينك بتاع الجروب تليجرام اللي هسجل فيه. يعني هتيجي هنا بعد كده هو طالب مننا الايميل، هتحط له نفس الايميل اللي انت مسجل بيه في المنصة، وبعد كده هتحط له اليوزر بتاعك في التليجرام جروب تليجرام، وبعد كده بيقول لك طالب منك انت تعمل سكرين شوت اوف يور ريتويت. يعني انت الريتويت اللي انت عملته ده اللي احنا عملناه، نرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا، هتيجي تعمل سكرين شوت، تاخد صورة يعني للصفحة دي، وبعد كده ترفع الصورة هنا اهو، هتدوس هنا اديت فايل وترفع الصورة، وبكده يوصلنا بإذن الله البونص. البونص كام؟ أنا نسيت أقول لكم، البونص هيدي لكل شخص 10,000 من عملة اكس تي اي زد. تعالى كده نشوف العملة دي نازلة على مصر ولا لأ. لا لسه ما نزلش هيكون ماركت كاب. طب نشوفها هنا كده على يوزر سكان.
تمام، العملة موجودة وفي 26 تحويل، لا 712 تحويل، تمام. يعني كده العملة صادقة وبتبعت، أو الإيردروب صادق وبيبعت فعلا. خلاص كل الناس تسجل فيه كده، والإيردروب مهم، العملة مهمة بإذن الله. نخش على الإيردروب اللي بعده. الإيردروب ده اسمه كوين وير. نشوف كده الأول الإيردروب بيدينا ايه. الإيردروب ده بيدينا 150 من عملة اسمها SWT، تساوي 20 دولار، تمام. غير ان هو بيديك على كل احالة 25 من العملة، يعني 3 دولار. نشوف كده طريقة التسجيل مع بعض. اول ما يفتح معانا هتدوس على كلمة، لو ما فتحش معاك على صفحة تسجيل اوتوماتيك هتدوس على كلمة ساين اب هنا تحت. هتيجي هنا في اول خانة تحط اسمك، يور نيم، اسمك بالكامل، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الباسورد بتكرره مرتين، وهتلاقيني سايب لك برضو كود الاحالة لو ملقتوش موجود في الخانة دي، بتحطه انت مانيوال بايدك، وتيجي تعلم صح على اول خانتين، وبعد كده تدوس كرييت اكونت، هتجيلك رسالة تفعيل على الميل، هتفعل عادي. نعمل تسجيل دخول كده مع بعض وننفذ بعض المهام. نعمل ساين اب، ساين ان، تمام. انا كنت مسجل فيه قبل كده وفي ناس مسجله عليا، فعشان كده واخد احالات. هو الموقع ما فيهوش مهام، مجرد انت بتسجل بتوصلك ال 150 من العمله، بتلاقيهم ظاهرين هنا قصادك. وبعد ما يخلص الايردروب بتقدر تبعتهم على المنصه بتاعتك او اللي هتشوف هتبيعهم فين. نخش الايردروب اللي بعده. لا ده مش ايردروب، ثانيه، ده تحديث في موقع ايزك او ايزك تكس، بس زي مرتبط بالموقع الاولاني. يعني في موقعين للعملة دي، ده زي الايردروب الجديد بتاعهم. هتلاقيني سايب لك اللينك بتاع التسجيل في الايردروب ده. هتيجي اول حاجة لو انت مش مسجل اساسا في الموقع اللي هو بتاع ايزكس، يعني انت شوف تمسك اسمة ايزكس عندك وتدور عليها في الموقع اللي موجود عندك، مش موجود ومسجلتش في الموقع ده قبل كده، هتيجي تعمل ريجستر وتسجل هنا عادي. هو تسجيل في سهل، نفس الكلام، ايميل وباسورد، ما فيهوش اي جديد. هنخش نعمل لوج ان مع بعض. هتيجي هنا على كلمة اير دروب، هتدوس كلايم. المهام موجودة هنا. هنا أول مهمة بيقولك اعمل فولو الصفحة بتاعتهم على تويتر، وبعد كده هتعمل ريتويت للصفحة دي. ريتويت ريتويت عادي، مش محتاج تعمل جديد فيه. وبعد كده هتعمل تشترك في جروب تليجرام الأول والتاني، وبعد كده تيجي تشترك هنا في فيسبوك بروفايل، وبعد كده تعمل سبسكرايب للصفحة بتاعتهم على موقع ريديت، وتيجي تحط بياناتك هنا، اليوزر نيم بتاع تليجرام، اليوزر نيم بتاع تويتر، اليوزر نيم بتاع موقع ريديت، اليوزر نيم بتاع الفيسبوك، واخيرا لينك رتويت. يبقى انا اسف بالنسبه لرتويت هنا، يبقى بالنسبه لتاني مهمه اللي هي دي، هتعمل رتويت اللي هو مركب، بمعنى ان انت هتيجي تعمل تدوس هنا كلمه رتويت، ولازم تحط كومنت هنا، وبعد كده تدوس كلمه رتويت، وتروح من على الديسكتوب من عندك او من على البروفايل بتاعك في تويتر، ترجع للصفحه الرئيسيه بتاعتك، تاخد اللينك بتاع البروفايل، تاخد الثانيه يفتح معانا، هنعتبر ان دي المقاله اللي احنا عملناها ريتويت. هتيجي تدوس على السهم الصغير وتدوس على كلمه لينك ريتويت، كوبي لينك ريتويت، وترجع هنا هتحطه في اخر خانه. يعني كل الاماكن اللي فوق، يوزر تليجرام، يوزر تويتر، يوزر ريديت، يوزر فيسبوك، ما عدا اخر خانه هتحط فيها اللينك بتاع ريتويت، وتدوس كلايم، هتلاقي العملة وصلتك، ظهرت معاك في الديسكتوب بره زي ما هو ظاهر عندي هنا. ده اللي فوق، ده اللي ده رصيدك. انا بقول انت معاك 300 من العملة، ده من المهام بيساوي 9 دولار، تمام. وبعد فترة لما هيفتح الايردروب التاني، والايردروب التاني كده قافل لسه ما اتفتحش،
اول ما هيفتح معايا، هم لسه يعني اول ما المهام دي يتاكدوا ان هي خلصت معايا هيفتحوا معايا الدروب التاني. نخش على الدروب اللي بعده. الاير دروب ده ما فيهوش اي مشاكل، انت مجرد ما بتسجل تيجي هنا تدوس كرييت ان اكونت. هتلاقيني سيب لك برضو اليوزر اللينك بتاع التسجيل تحت في الفيديو في الشرح. حط الايميل بتاعك، تحل الكاباتشا، دوس ساين اب. هيطلب منك بعد كده الباسورد، هتسجل عادي. انت مجرد ما بتسجل في الموقع ده بتاخد 1000. هنشوف مع بعض قد ايه الكمية بالظبط. العملة دي مقدرة وموجودة في موقع بيتكوين توك. موقع بيتكوين توك بيقول ان العملة الواحدة تمنها 1.02، يعني العملة تمنها 2 سنت. هنشوف هما مديني قد ايه من العملة. مديني 1000 من العملة كده، 1000. يعني هنقول 1000 في 2 سنت اللي هو السعر الحالي بتاعها، يعني تقريبا حوالي 10 دولار. تمام، تعالى نحسبها كده مع بعض. 1000 في 0.02 20 دولار، يبقى الدروب ده بيساوي 20 دولار. والفكرة كلها ان انت بتخش بتسجل بس، عشان العملة لسه هتنزل قريب والعمله مش سواء لها كويس او على موقع بيتكوين توك، فباذن الله تطلع عمله صدى. نيجي للدروب اللي بعده. بالنسبه للناس اللي مسجلتش قبل كده، انا كنت عشان مسجل فيه من فتره، وده الدروب التاني بتاعه، فهتلاقي الرصيد بتاعي اكبر شويه. الدروب ده بناخد منه 20 من عملة اسمها اي ان اي، والعملة موجودة بالفعل على الكوين ماركت كاب. تعالى كده نشوفها مع بعض. ناخد اسم العملة كوبي على الصفحة ما تفتح، نروح كوين ماركت كاب. العملة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية الاكس تي زد طلعت موجودة فعلا على الكوين ماركت كاب، وتمنها دلوقتي دي كانت الصبح كانت اقل من كده، تمنها 73 سنت، يعني دولار الا ربع. هي انا عملة، تعالى نرجع لها تاني، اللي هو الاير دروب اللي هو الخاص بمنصة كوين نيل. يعني لا، المبلغ كبير كبير يعني. هو كده 10,000 دولت هيتوزعوا على الناس، مستحيل كل واحد فينا ياخد 10,000. تمام، تعالى نرجع تاني كده. احنا كنا بنشوف برضو العملة التانية اللي انا كنت بقول لكم موجودة على كوين ماركت كاب، اهي طلعت موجودة فعلا، تمنها 2 سنت حاليا، 2 سنت. نرجع للدروب. الموقع تقيل، مكتوب هنا ان هو في حملة ناس كتير عاوزة تسجل فيه، فالموقع الداتابيز بتاعته تقيلة شوية. على العموم هتلاقيني سايب لك. نقلب بس او اشتغل معانا. نقلب اول حاجة انجليزي، بتغير اللغة هنا من فوق. تمام، هو العموم الموقع فيه هجوم كتير اوي من الناس دلوقتي عاوزة تسجل فيه، عشان بيدي كمية كويسة معقولة والعملة نازلة على ماركت كاب، فممكن يبقى فيه تقول فعلا. على العموم هيفتح معايا كمان شوية، هتلاقي هو عبارة تسجيل في سهل، انت بتسجل بيه رقم موبايل او الايميل، بس يفضل انت تسجل برقم موبايل. هتسجل برقم موبايل وبعد كده هيجيلك رسالة تفعيل. الدروب اللي بعده، هنتكلم على الدروب اللي بعده، عملة اسمها توك. الدروب بيدينا 3000 من العملة. تسجيل فيه كالمعتاد، يوزر ايميل باسورد. بعد كده بتخش على كلمة الدروب بعد التسجيل، خش تاني، هنخش اير دروب. المهم هتيجي هنا في اير دروب هتلاقي المهام ظاهرة قصادك،
مهام سواء تويتر تليجرام الكلام ده سجل. انا عشان خلصت المهام فمش هقدر مش هينفع اخش عليها تاني. بكده يكون الدروبات انتهت. اتمنى يا رب يكون شرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.